كان يعني في نوع من العداء الشديد للمرأة، وكأنه كل شيء يعني سيء في الحياة بيجي من خلال المرأة. نحن لا نمتلك جسدنا، أكره إني أنا أنثى. تبارك حكاية إن جسدك مشكلة دي في جميع مراحل حياتك. ليه؟ أي حاجة، أنت بت، أنت بت. يجيبوا العروس ويوقفوها ويقول للعريس تعال أقطع الرحت. تمشي صينية الغداء للرجال، بعد ما يأكلوا الرجال يجوا يأكلوا النساء والأطفال بعدهم، حتى بعد ذاك الكدائس والكلاب وكده يعني. أنشأت مسرح اللي هو أنا مقدر أقول على مسرح الزار. المرأة لما يكون عمرها 70 سنة تكون حاسة بأنه ماشية تموت وكده، تعمل عدل عشان تقابل رب العالمين بشكل جميل. فهي المحور بتاع العدل ده أساسا هو الرجل. To please تزعديه جنسيا. الرجل ذاته داير تعليم ومهارات في الحته بتاعت السكس، السكس ما تضيق بتاع المهبل. مدرسه الدايات لما تم انشائها في 1921 هي جات تسد فرقه ضخمه جدا. نميري كان دكتاتور وهتفت ضد النميري وهتفت في وشه وخاطبته مباشره. لاول مره النساء يتم اعتقالهم. اتحاد النساء لما جاء يتكون سنة 52 وعليه انه اول حاجة يوعي المرأة بحقوق. المفتاح اللي فتح الباب التعليم امام الحركة التحرر يعني. مليون سلام للأمهات اللي بيوتن بسنينا، للبملوك اللي الكون حنان والدشا دايت بركيزا. سلام للبيثبات ضحن عشان خطر الوطن، للملهمات والبدر المتطوعات في المدارس والمكاتب والمشاغل والمصانع في المنابر والعنابر والكنائس والجوامع بين يديهن معجزات سلام. ثورة بتاعت مفاهيم وثورة بتاعت وعي وثورة قادتها النساء.